الاقتصادية في هذه الأجواء. أخواتي إخواني، رأي التدخل الفردي الأحادي بعيد. لمدة 5 سنوات لم تعرف فيها الطبقة العاملة المغربية وكل الفئات المهنية إلا الظلم والحيف الاجتماعي، لا زيادة في أجور، لا تعميم الحماية الاجتماعية باعتبار أن 30% فقط من الفئة النشيطة في المجتمع هي اللي عندها تقاعد وتأمين صحي، بل حتى التقاعد الذي يتحدثون عنه أصبح اليوم مهددا بالتقليص من قيمة المعاش. لذا نقول أن 5 سنوات من عمر هذه الحكومة في تدبير الشأن العام حصيلتها هزيلة، بل بالعكس اتسمت بالحيف الاجتماعي، بالظلم الاجتماعي، ولم تحقق ولا مكسب واحد بالنسبة للفئات الاجتماعية، وهو هما حاضرين أمامكم، كل هذه الفئات لم تحقق شيء معها. لمكتب النقابي أو تقديم ملف التماسك وتضامن مناضليه فوزا ساحقا في كل القطاع. الاتحاد المغربي للشغل يخلد فاتح ما هذه السنة وكله استياء للأداء الحكومي، هذا الأداء الذي لم تشهده المغرب منذ مدة طويلة. الحكومات تعاقبت على المغرب وبالرغم ذلك لم نشهد هذا التعنت وهذه الحوارات المغشوشة التي تقوم بها الحكومة والتجاهل الذي تتعامل معه بالنسبة للمطالب ديال العمال. لحد الآن ما زال الحوار لم يأتي بنتيجة، حوار مغشوش، حوار لا يرقى إلى مستوى ديال الطموحات ديال الطبقة العاملة. الحكومة تناور، ليست لديها الرغبة في الزيادة في أجور ديال الطبقة العاملة ولا بالتعامل جدي مع الملف المطلبي ديال الحركة النقابية. لهذا السبب حنا كحركة نقابية غنسطروا برنامج أكثر تصعيدا، وغادي نضطروا أننا مرة أخرى سوف ننزل إلى الساحة من أجل الحفاظ على المكتسبات ومن أجل كذلك الحصول على المزيد من الحقوق للطبقة الشغيلة المغربية. الشارع لنا وليس لكم.